أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات المقاومة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفنا في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج يوميات المقاومة الأستاذ علي بافياض العولغي الناشط السياسي المعروف. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة، شكرا لحضورك. سيدي الكريم، في البداية يبدو أن هناك جولة جديدة من النزال بين الجنوب وبين الاحتلال الحوثي، كيف ستكون هذه الجولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المجد والخلود للشهدان الأبرار، والصحة والعافية الجرحانة، والشكر الجزير لغوات التحالف العربي الذي أنقذت اليمن ومن براثن القوى المجوسية الإيرانية وعادت اليمن إلى حاضنتها العربية. نشكرهم جزيلا، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وشيوخ ورؤساء دول الحلف العربي. بالنسبة لعادة الجولة ما بين الجنوب وقوات الحوثي، من الملاحظ أنه الآن قوات تحشد بكميات كبيرة على الحدود الفاصلة ما بين الحدود الجنوبية السابقة والحدود المناطق الشمالية. الحوثي الآن يحشد قواته وبكثافة في مناطق قعطبة ودمت ومريس، هذا في جانب الضالع، من جهة الضالع. من جهة شبوة يحشد قواته على مديريات بيحان الثلاث، يحشد كمان قوات في مديرية مكيراس. يبدو أن الحوثي الآن بدأ يحشد قواته لاكتساح الجنوب من جديد، هذا اللي نستشفه نحن. ولكن المقاومة الجنوبية سوف تظل صامدة في كل الجبهات في الجنوب، في على جميع الحدود الجنوبية، وسوف نتصدى لكل غزو يأتينا بكل ما يأتينا من قوة. نعم، حاليا وفي الوقت الحاضر، وأنت قد ذكرت أنه الحوثي يحشد باتجاه يعني في جبهات قتال في بيحان، في مكيراس، في الضالع، في الصبيحة كمان. نعم، مهمة المقاومة الجنوبية في الوقت الحالي، المهمة الأساسية للمقاومة الجنوبية، المهمة المقاومة الجنوبية أن تجتمع المقاومة الجنوبية وترتب صفوفها، والقبائل الجنوبية يجب عليهم ترتيب صفوفهم والالتحام على الحدود جميع الاسمه، وعدم التفكك والتكاتف والتعاضد، لأن الخطر الداهم على الجميع، لا يستثني أحد الخطر القادم. هو الخطر القادم هو على الجنوب بشكل عام، من حضرموت إلى باب المندب. نعم، نحن الآن كل أملنا بعد الله سبحانه وتعالى هو ببعض الشرفاء من الجيش الوطني الموالي للشرعية، لكن في الأساس الاعتماد هو على المقاومة الجنوبية. من حيث القوة والإمكانيات، كيف ترى وضع المقاومة الجنوبية بالفترة السابقة أيام ما بدأت الحرب قبل 6 أو 7 شهور مع الحوثيين وعفاش، والآن هل اختلف الأمر؟ هل تطورت المقاومة؟ هل ضعفت؟ هل اكتسبت شيء؟ نعم. المقاومة الجنوبية تختلف عن المقاومة أثناء بداية الحرب. المقاومة الجنوبية اليوم خرجت دفعات عسكرية في جميع القطاعات. المقاومة الجنوبية اليوم عندها تدريب عسكري. المقاومة الجنوبية اليوم تمتلك من السلاح ما لا تمتلكها من السابق. المقاومة الجنوبية اليوم لديها القوة العسكرية والتدريب العسكري لصد العدوان عن الجنوب. نعم. يعني وكأنك مطمئن أن المقاومة الجنوبية ستكون ند وستدافع عن الجنوب بإذن الله؟ نعم، ستكون ند المقاومة الجنوبية إن شاء الله، ملتحمة مع الشعب الجنوبي، مع القبائل الجنوبية، كل شعب الجنوب مقاومة، لا نستثني أحد، كل قبائل الجنوب وكل عشائره وكل مواطنيه كلنا مقاومة، وكلنا سنتصدى العدوان. أنت من بداية حديثك وأنت تتطرق إلى موضوع القبائل، يعني هل ترى أن القبائل الجنوبية قد ربما يكون لها دور مهم في هذه المواجهة؟ القبائل الجنوبية يجب أن يكون لها دور، القبائل الجنوبية يجب أن يكون لها دور قوي وفعال ودعم للمقاومة الجنوبية، والقبائل الجنوبية هي اللي تغذي المقاومة الجنوبية بالمقاتلين. نعم. ويجب على المشايخ القبائل أن يغذوا المقاومة الجنوبية بالمقاتلين، والجنوب للكل، قبائل وغير قبائل،
نحن مواطنين جنوبيين، نحن سواسية أمام الله وأمام أنه المواطن الجنوبي نحن مواطنين سواسية، لا نؤمن بالتميز العنصري ولا بالمناطقية ولا بالعشائرية، نحن مواطنين جنوبيين يجب أن نتلاحم تلاحم قوي من باب المندب إلى البهرة، لأن الخطر محدق بنا جميعا. نعم، هل نحن الآن فعلا أمام اختبار حقيقي بالنسبة للتضحية وحب أرضنا وحب الجنوب، يعني أن نتجرد من كل الطموح الشخصي أو المصالح أو المناصب؟ هناك من يتحدث أنه الآن هنا الأرضكم تناديكم، تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم، أنا أقول وأوجه ندائي اليوم لكل قيادات المقاومة الجنوبية وكل شريف في الجنوب أن لا ينظر أو أن لا يقاتل من أجل منصب أو من أجل مكسب، نحن اليوم يجب أن نقاتل وقدمنا الشهداء، هؤلاء الشهداء اللي قدموا أرواحهم فداء لتراب الجنوب لا يرتكبون شيئا من المناصب، نحن يجب أن نتجرد من الأنانية من الطموحات السياسية، نحن اليوم أمام خطر قادم يجب علينا أن نتناسى كل الماضي، يجب علينا أن نتلاحم تلاحم وأن نفكر في الجنوب ولا نفكر في الكراسي اللي بتصير في الجنوب، الجنوب الأبناء كلها جميعا، ويجب علينا جميعا أن لا ننظر إلى مصالح شخصية، أرجو من المقاومة الجنوبية والمقاتلين الجنوبيين أن لا ينظر إلى مصالح الشخصية أو إلى ثقافة الفيد الذي زرع فيهم علي عبد الله صالح، هو زرع ثقافة الفيد، ولكن نحن الجنوبيين نتبرأ من هذه الثقافة، وأنصح جميع المقاتلين أن هذه ثقافة الفيد ما هي إلا ثقافة زائلة وسحت زائل، فعليهم أن يقاتلوا من أجل الجنوب. نعم، من أجل الدفاع عن أرضهم. نعم، هناك من يتحدث أنه جنوب اليوم يختلف عن جنوب الأمس الذي كان عفاش واضع يده عليه، ما الذي اختلف أو ما هو الفرق؟ طبعا أنت اليوم تشوف الفرق في في في, في وتشوف الفرحة في في أوجاه الشباب في 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 عدن أو في شبوة أو في أبين، اختلف إنه يعني اليوم الجنوب غير جنوب علي عبد الله صالح، اليوم الجنوب اتضحت الأمور، اتضحت الأمور وبدأ الجنوب اليوم يشق طريقه الصحيح من 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 تعليم من من أمن إن شاء الله، من استقرار، وسوف إن شاء الله نرى الجنوب مزدهر بإذن الله. نعم، هناك من يرى أن هذه الظروف الذي يمر فيها الجنوب أو كما يقال المحافظات الجنوبية هي فرصة حقيقية لتعويض بعض المواقف من بعض الشخصيات، بعض المواقف التي كانت يعني قد خذلت الجنوب في فترة الحرب مع الحوثيين، كانت مواقف يعني خذلان، مواقف سلبية غير مشرفة. هناك من يقول إن هناك فرصة الآن لأن يقف هؤلاء الشخصيات موقف مشرف مع الجنوب. أنا أوجه نداء لجميع الأخوان في قبائل الجنوب والشعب الجنوب، أنا أوجه لهم هذا النداء، بقول لهم إن الحوثي هو حالة عابرة كالسحابة، وفي المثل اللي عندنا يقول لك الـ 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 يعني المتلبس به بردان، فنرجو إن الحوثي لا يمكن قبوله ولا يمكن قبول هذا المرض السرطاني في الجسم اليمني في شمالنا أو في جنوب، وعلى الأخوة الأخوان الذي يراهنون على الحوثي يجب عليهم أن لا يراهنوا عليه، لأنه لن تقبل الدول العربية ولن تقبل قوات التحالف ولن تقبل الشعب اليمني سيطرة الحوثي والعودة إلى العبودية والعبودية والأسياد والعنصرية والمذهبية. نقول للذين لا زالوا متعاطفين مع الحوثي أو يرجون منه مصالح شخصية في شمال وفي جنوب أن الحوثي ما هو إلا سحابة عابرة، وأنها ستنقلي السحابة هذه من على كاهل الشعب اليمني. هناك في جبهات قتال مشتعلة ومعارك قوية وعنيفة يخوضها يعني كل اليمن، وبحديثنا عن المحافظات الجنوبية أو الجنوب في بيحان في كرش في الصبيحة، يعني في حقيقة الأمر ما هو موقفنا أو ما الذي يجب علينا تجاه هؤلاء الذين في هذه اللحظات يخوضون معارك قوية للدفاع عن الأرض الجنوبية؟ هل نحن الآن نقعد نتفرج على الصبيحة أو نقعد نتفرج على آل عرف في بيحان أو نقعد نتفرج على اللي يسوونه في مكيراس؟
أخي أعطني بالله من الوقت شوي الموضوع. المقاومة في بيحان بنبدأ فيها. أولا شيء، بيحان هي مديرية الصمود والتصدي. هذه المديرية مديرية الصمود والتصدي، هذه المديرية هي المديرية الشمالية من شبوة. هذه المديرية العزيزة على كل مواطن جنوبي. بيحان اليوم يتعرض للتدمير، بيحان اليوم يتعرض للقصف همجي عشوائي، يتعرض لتدمير منازل. اليوم بيحان في جميع مناطق بيحان، في آل عريف، في العليا، في عسيلان، في كل مكان اليوم 6 ألوية عسكرية اليوم تضرب في بيحان بكل قوتها الجهنمية. قبائل بيحان والشعب بيحان ومواطني بيحان لا يملكون سوى السلاح المتوسط والخفيف، وليس لديهم أي دعم عسكري قوي. وهذا اللوم نوجه للحكومة الشرعية، لماذا لا تدعم بيحان؟ هذه المديرية العزيزة على كل جنوبي، هذه المديرية التي قدمت للجنوب نخبة من المهندسين ومن الدكاترة، هذه المديرية التي أنتجت الشيخ البيحاني الذي كان صوته يصدح في مساجد عدن ينادي باستغلال الجنوب. هذه المديرية العزيزة علينا جميعا، يجب أن لا نخذل مديرية بيحان. وأناشد كل الجنوبيين من باب المندب إلى المهرة بالاتجاه إلى بيحان. بيحان تذبح، بيحان تنتهك، فنرجو غاثة بيحان. وأطلب من مشايخ الجنوب وبالتحديد الشيخ صالح بن فريد العولغي والشيخ عبد الرب النغيب، هؤلاء الشيخين الأعزاء على المقاومة الجنوبية، بأن يجمعوا القبائل والمقاتلين ويتجيبهم إلى مديرية بيحان لنجدة بيحان. بيحان هي بوابة الجنوب، هي بوابة حضرموت وشبوة. الحوثي اليوم الآن في بيحان يجمع قواه لاكتساح شبوة وحضرموت. الحوثي انسحب من عتق ليس له مصلحة في الصحراء، فتمركز في بيحان. هذه المنطقة الغنية بالنفط، المنطقة الثرية بالرجال، وهذه خاصرة لمأرب، وهذه ظهر مأرب. لن يستغل مأرب إذا بيحان محتل، ولن تستغل شبوة وحضرموت والحوثي في بيحان. أنا أقدم نداء، لماذا إلى الآن ما في أي مساعدة لمديرية بيحان؟ اليوم عندنا معسكر في الضويبي اللي في مسفر الحارثي، وعندنا معسكر محور عتق ناصر علي النوبة، لديهم من المقاتلين ولكن لا يملكون قطعة سلاح. فأنا أوجه ندائي إلى الحكومة الشرعية بقيادة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن يسلح معسكر الضويبي بكل قوة، وأن يسلح محور عتق بقيادة ناصر علي النوبة. هذا الرجل المؤسس الحراك الجنوبي اليوم لديه من الرجال ولكن لا يملك قطعة سلاح، وهذا نستغربها من الحكومة الشرعية. أرجو نداء عاجل، وأرجو رجاء بأن قبائل شبوة وقبائل جنوب عامة، بيحان للجنوب، بيحان للكل. بيحان خضنا في حروب في السبعينات في 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 في, منا في منابع نفط جنة. بيحان الرجال، بيحان الثورة، يعني بيحان نافذة حضرموت وشبوة. أنت تتحدث عن ألوية وأعداد هائلة من القوة دفع بها الحوثي إلى بيحان. أولا حجم هذه القوة، نعم. ثانيا من أين تأتي هذه الإمدادات للحوثي؟ نعم. كيف تعبر نعم. حجم حتى تأتي إلى بيحان؟ نعم. من نعم. صعدة نعم. أو من صنعاء؟ نعم. هل تأتي جوا أم بحرا؟ نعم، هذه تأتي من عقبة الغندع، من طريق البيضاء. وفتحوا مع الأسف الشديد أن قبائل البيضاء فتحت الطريق المرور القوات لضرب بيحان. بيحان الآن تتواجد فيه 6 ألوية عسكرية بكامل أعدادها العسكري، تتواجد في منطقة آل عريف وفي وادي خر وفي وادي الخير، وهجوم اليوم على حصن الترب في العليا. واليوم الاشتباكات قوية وعنيفة بين القبائل التمت من المديرات الثلاث حول هذا الحصن. ونشكر التحالف العربي حقيقة، التحالف العربي قدم ضربات مع المواطنين، ونشكر التحالف العربي على دعمه بالدعم الجوي، ولكن القبائل بيحان ومواطني بيحان لا يملكون السلاح. طيب.
ليس عندهم سلاح متطور لمغارعة هذه الآلة الجهنمية. بالحديث عن بيحان معنا عبر الهاتف اللواء محمد عبد ربه المنصوري. مرحبا سيادة اللواء. يا مساء الخير. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. بحديثنا مع ضيفنا علي بافيض العولغي عن الأحداث في بيحان، بالمناسبة كنت معنا مباشرة على الخط، ما هي آخر المستجدات في بيحان الصمود؟ أول شيء تحياتي لضيفك الكريم ولك شخصيا ولكل عاملين القناة. شكرا لك. وتحياتنا لكل المستمعين والمشاهدين هذه قناة المقاومة. أولا أننا نحيي خادم الحرمين وقائد القوة العربية والإسلامية والتحالف بما يقوموا به من مهمات من طيران التحالف في منطقة النهر للمقاومة بيحان. ثانيا أننا نقدم تحياتنا للأخ الرئيس فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونناشد قادة التحالف. نعم نعم سيادة اللواء، هل ما زلت معنا؟ اللواء محمد عبد ربه المنصوري هل ما زلت معنا؟ إن الرقم الذي انقطع الخط، نأمل من الأخوة في الكنترول إذا أمكن معاودة الاتصال مع القيادي في مقاومة بيحان اللواء محمد عبد ربه المنصوري. كنا نتحدث أستاذ علي حول موضوع بيحان، وصادف أن الاتصال جاهز مع الأستاذ أو مع سيادة اللواء محمد عبد ربه المنصوري. أنا أريد أن أتحدث عن موضوع الألوية الذي دفعت إلى بيحان، هل الهدف بيحان أم هناك هدف ما وراء بيحان؟ لا، بيحان هو بوابة شبه حضرموت. هم الآن يجتمعون في بيحان ويجمعوا قواهم في بيحان، لأنه إذا 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 سيطروا على بيحان وأخضعوا قبائل بيحان بعد السيطرة واحتلوا بيحان، ما هي إلا ساعات وحيوصلوا عتق. كم المسافة من بيحان من بيحان لعتق؟ 200 كيلو متر، وليس هناك أي مقاومة ستصير عليهم من عتق، لأنه قلت لك المحور في عتق لا يملك التسليح، لا يملك رشاش، الجنود بدون رشاشات. طيب أستوقف معك عند هذه النقطة. نعم. إن أنت أعدت وكررت أنه المحور ما عنده، آل عريف كيف يواجهون الحوثيين؟ آل عريف معهم سلاح أكثر من المحور؟ أبدا، آل عريف اليوم آل عريف والمصعبين وكل القبائل وأبا الحارث تقاتل بأسلحتها الشخصية، لكن عتق في منطقة صحراوية، عتق أسلحة الشخصية في منطقة صحراوية لا، وهم يقاتلون ولماذا الحوثي اجتاح بيحان بالشكل هذا؟ لأنه قبائل لا تملك إلا أسلحة شخصية أو أسلحة فردية بسيطة، ولذلك لو يملكون أهل بيحان من السلاح الثقيل والله لا يدخل الحوثي بيحان، وتصير لهم مجزرة من بيحان، وأهل بيحان معروفين بشجاعتهم. أقسم لك بالله لا يملكون المضادات الدروع، ولا يملكون المدفعية، ولا يملكون هذه الأشياء. لو يملكوها حيستغنون عن كل شيء، ولكن البيحان قبائل البيحان اليوم لا تملك إلا السلاح الشخصي والسلاح المتوسط. دمرت بيوت بيحان يا أخي، دمرت بيوت بيحان أمام الجنوبيين. هذا نحن الجنوبيين يجب علينا الهبة إلى بيحان إنها نافذة. بيحان هي أنا قارن بيحان بالضالع، الضالع البوابة الشمالية من ضالع، وبيحان البوابة الأخرى، هي بوابتين للجنوب، الضالع وبيحان، ليس ما عندنا ثلاث بوابات، بوابتين. فالضالع البيحان يعني هو بوابة حضرموت وبوابة شبو وبوابة أبيان. نعم. بالحديث عن بيحان سنعود كمان، عاد الاتصال معنا سيادة اللواء محمد عبد ربه المنصوري. مرحبا بك مرة أخرى سيادة اللواء. حياكم الله. كنت قد سألتك سيدي الكريم ولكي نستفيد من وجودك معنا في هذا البرنامج عن آخر المستجدات في بيحان في المواجهات بين المقاومة الجنوبية هناك والتي متمثلة بالقبائل على رأسها قبائل العريف ومعهم بقية القبائل والمصعبين، وبين الاحتلال الحوثي العفاشي القادم إلى بيحان. ما هي آخر المستجدات سيادة اللواء؟ آخر المستجدات المعلومات السابقة كده موجودة عندكم بهجومهم من طريق منطقة ضريبة على حصن غبر، الذي هو مركز أساسي حدودي بيننا وبين الجمهورية العربية اليمنية سابقا، ومن هنا افتكوا طريق ثانية من فضحة على صابق والمنقطع وحذية وحجلان، ومنها على مالح ومنها على ناطع ومنها وصلوا إلى الميزر، نجد الميزر. نعم. هذه القوة الآن وصلت إلى هنا، القوات الذي الآن يسحبوا من فضحة لأنها بدت لهم مكشوفة
يسحبوا بقواتهم إلى منطقة آل العريف، وادي وهو ذا وادي كبير يطلع إلى البيضة فيها أشجار، وإنه يشوفون أفضل لهم من فضحة، يحاولوا يسحب قوتهم إلى هنا من عان مشان يرجعوا للامتداد في مارب وشبوة عن طريق مارب، بيكون عبر بيحان عسيلان حريب، وبيكون الآن الخط الثاني الذي قطعه علينا كان هو الامداد الأولي لنا من الخلف الذي هو طريق ضبه مرخى، الآن نعم. قطعوها، الآن هم بتخطيط اتجاههم إلى هذه المنطقة إلى مرخى لأجل يدخلوا إلى مرخى، ومن مرخى إلى أنصاب، ومن أنصاب إلى حطيب، ومن حطيب إلى أبين، بيمسكهم على السلسلة الجبلية هذه. هذه خطتهم. والثاني الخطة أنهم لو بدت القوات بالتحرك بالعمليات عليهم فإنهم سيلتجوا إلى هذه المنطقة، منطقة النهر، هي منطقة جبلية ومنطقة ماكنة بالأشعاب حقها وطرقها محدودة، هذا بالنسبة له. ولا زال الآن الاشتباكات موجودة. ثانيا أن في كلفوا عدة وساطات، آخر وساطة وصلت البارح على أساس يفكون الطريق وبيحكموا آل منصور في دخولهم إلى حصن غبر وغبر، وبيحكموا الباقين والطريق تفتك. قالوا لهم لا، فكوا الأسرع واسحبوا، وبعدين التحكيم بعدين عن الطريق دي بترد المقاومة كلها. نعم. أولا شيء هذا سيادة اللواء، اليوم هذا وصلوا واسطة أخرى من طريق الحوثي، جاب له 2 جهال يطرحها عند المقاومة، قال هذا 2 جهال عندكم تفك الطريق. قالوا شو اللي جهالك؟ احنا ادينا العهد لشهدانا، وادينا عهد لوطننا، وادينا عهد لديننا، وادينا عهد لشعبنا في الجنوب وفي بيحان وفي محافظتنا ان لا يجزع الا على جثثنا. بيض الله فيكم. هذا اللي سيادة اللواء، عذرا للمقاطعة، هذا هو العشم في رجال بيحان ورجال شبوة، هكذا عهدناكم. ما الذي يحتاج للمقاومة الجنوبية في بيحان من أجل أن تصمد وتقضي على الحوثي هناك؟ يحتاج من الذخائر والأسلحة النوعية وصواريخ الدبابات والاتصالات ومصاريف للمقاومة الموجودة. المقاومة الموجودة كل أبناء منطقة النهر الآن مرتبين في الجبهة القابلية الذي جات من طريق البيضة ناطع ميزر، الذي يقودها بعض العملاء والمرتزقة، الآن مرتبين في منطقة الكراع، في منطقة الغريقة، في البديع، في الجوهرة، في العط، في ذمر، في الحزوم، في سلاحة، في حبان، في الفارع، في الجلع، في فوشة، في الحرجة، في الجدفرة. هذه امتدادات الجبهة، لما تمتد مع الجبهة كلهم صامدين، وإن شاء الله النصر عليهم ونعزهم ونقول لهم أصمدوا أصمدوا. وتحياتنا للمقاومة ولكل من شارك. نعم. بس مع العريف أن المقاومة شاركت معهم من أبناء بيحان. نعم. وعشائر وقبائل، ونشكر كل من قام ومن يدعمهم. وتحياتي للقائد الجبهة الموجود حاليا في الميدان، أخي وشقيقنا صالح عبد ربه المنصوري. سيادة اللواء محمد عبد ربه المنصوري، أولا تحية لك، شكرا لك، شكرا للقائد المقاومة، شكرا لكل المقاومة في بيحان، بيحان الصمود منصورة بإذن الله. كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أهمية إنقاذ بيحان في هذا الظرف وطرد الحوثيين من بيحان، ماذا يمثل هذا الأمر في حالة خروجهم من بيحان؟ خروج الحوثيين بيحان هو تأمين المحافظة شبوة ومحافظة حضرموت ومحافظة أبين، وتأمين محافظة مارب، وتأمين للجنوب كامل. حدثني عن المناطق النفطية، هل المناطق النفطية في حالة بقاء الحوثيين في بيحان، المناطق النفطية هذه هل تعتبر في خطر؟ والآن المناطق النفطية من الذي يسيطر على المناطق النفطية في شبوة؟ حقول الجنة اليوم تحت سيطرة الحوثي، أما الحقول شبوة الأخرى هي تحت سيطرة جيش لا نعرف إلى أين ينتمي، لا نعرف إلى أين ينتمي هذا الجيش، يعني في حراسات عسكرية فيه ولكن لا نعرف انتماءاتها، هل هي شرعية أو هل، ولكن نشك، نحن نشك أنها تكون شرعية. ولكن هذا الرئيس عبد الرب منصور يبدو أنه أمر ببقائها في الحقول. أما بالنسبة لبيحان، الآن بيحان، نحن بس بنركز على بيحان في موضوع الأغاثة في بيحان، بنتحدث عن عن بالنسبة عن أيوة بالنسبة للتأمين، مديرة بيحان هو تأمين للجنوب
كامل، هو تأمين مدينة تأمين بيحان وتأمين الضالع هو تأمين الجنوب كامل وانتهى الموضوع. نعم، أنا أريد أن أفتح معك حديث حول شخصية بارزة في المقاومة في دمت، الشيخ نايف الجماعي الذي استشهد برصاص قناص بعد خروجه من صلاة الفجر. ما هي كلمتك لهذا البطل والأسرته؟ نحن نقول الله إن شاء الله يحسبه من الشهداء. نايف الجماعي رجل حر قاوم مقاوم شريف، ونعزي أسرة نايف الجماعي، ونقول اللي قتلوا نايف الجماعي أنه آلاف نايف الجماعي في المناطق الشمالية سيولدون وموجودين، ونقول لكل العصابات التي ارتهنت للحوثي وعلي عبد الله صالح في المناطق الشمالية بأن الحوثي زي ما قلنا هو سحابه عابرة، وأنه لن وشعب المقاومة في الشمال لن تقبل بإذن الله حكم العبودية والعنصرية والمذهبية. نعم، وأهيب مشايخ أب الذين ارتهنوا للحوثي، وليس ولا أقول كلهم، ولكن من ارتهن للحوثي فإن التاريخ سيحاسبه، فإن التاريخ لا يرحم أبدا. نعم، رحمة الله على الشهيد رحمة الله عليه نايف الجماعي، وتعازينا لأسرته هذا البطل الذي يتشرف فيه كل واحد. نعم. أعزائي المشاهدين الكرام، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود. قف مع الروح عند نكء الجراح، واقصد الجدة فات وقت المزاح، حصحص الحق والفريضة أضحت عين يا صاح، قم لشحذ الجماح، قم بنا اليوم نبتغي درب عز يكمن العز تحت حد السلاح، نطلب الموت بين طعن وضرب قبل موت الونا وكسر الجناح، نطلب العز رغم ذل وعار حاق بالقوم من جميع النواحي. يا ابن إيران دمروا كل بيت فعلى الترب راحتي وانشراحي، يا ابن إيران واقتلوا ألف حر رحم المجد سوف يعطي صلاحي، يا ابن إيران واسجنوا كل حر فمع القيد سوف يأتي نجاحي، يا ابن إيران ويلكم سوف أحيا رافع الرأس خلف ركب الصلاح، فمع العسر سوف يولد يسر ومع الفجر تلك شمس الصباح. رحمة الله عليك يا شهيدنا الغالي نائف الجماعي، رحمة الله عليك حيا وميتا. أستاذ علي بافياض العولقي، هناك متناقضات حقيقة صنعها نظام المخلوع علي عبد الله الصالح، تناقضات سواء في المجتمع أو تناقضات في النخبة السياسية أو العسكرية. هذه التناقضات تنعكس على أداء المقاومة الحالي. نحن الآن هناك من يتحدث عن كيف يمكن أن نحرر المناطق التي احتلها الحوثيين، هناك يتحدث مثلا البعض عن تدخل المقاومة الجنوبية مثلا في تعز، في إب، في مأرب. ما هي الطريقة المناسبة التي من خلالها نستطيع أن نحرر مناطقنا؟ أنا أقول لك بالنسبة للطريقة المناسبة لتحرير المناطق، طبعا يجب على المواطنين في كل محافظة من محافظة الشمال أو الجنوب بأن تحرر مناطقها، فبدعم من التحالف. التحالف لن يبخل على أحد، التحالف لن يبخل على أحد أبدا. التحالف يقول قاوم وحيعطي قطع جوي، ولكن أنا أقول على الأخوان قطع جوي ودعم معتاد قطع جوي، نعم نعم، وأقول على الأخوان في بعض المحافظات الذي لا زالت تحت سيطرة الحوثي عليهم بالنهوب، وكل كل محافظة عليها أن تطهر محافظتها. يعني أنت تدعو مثلا إلى البدء بعمل مجلس مقاومة؟ هناك من يدعي إلى أنه يجب في كل المحافظات أن تكون هناك مجالس مقاومة، نعم، تنهض في تسيير، نعم، أمور في المقاومة. في كل محافظة مجلس مقاومة ينهض. وأما الدعم اللوجستي أو الدعم للجرحى أو الدعم الغذائي فلا مانع أن يأتيك من محافظة أخرى. نحن اليوم مستعدين ندعم في دمت في قعطبة من جهة الضالع، حندعمهم نستقبل جرحاهم، حندعم تعز، ولكن المقاومة الجنوبية
لن تستطيع أن تطلع من مناطقها، من حيث أنه مناطقها لم تؤمن ولا نريد كشف ظهر المقاومة الجنوبية أو التيهام في مناطق لا تعرفها. وبالعكس يعني نحن اليوم التعداد السكاني في المحافظات الشمالية وأكثر من المحافظة الجنوبية أضعاف، هم لا يحتاجون دعمنا أعتقد بالأفراد. نحن حندعم بكل ما أوتينا من قوة وعن طريق التحالف يمر بأراضينا بمحافظاتنا إليهم ونستقبل جرحاهم وندعمهم بكل ما أوتينا، ولكن كمقاتلين نحن لن نريد أن نكشف ظهورنا من مناطقنا، وسنبقى سندا وظهرا لاخواننا. سنبقى سندا وردا لاخواننا في تعز وفي اب وفي كل مناطق وفي مارب وفي البيضاء. وعلى فكره اقدم تحيه كبيره جدا 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 القبائل البيضاء اسمها اللي بالبيضاء الحميغان. أقدم الشكر لقبائل الحميغان الذين صمدوا صمود الأبطال في مناطقهم وفي الزاهر، وهم وأناشد بقية قبائل البيضاء بأن تنضم إلى الحميغان وأن لا يغترون بوعود الحوثي أو الحوثي زايل. فالتاريخ لن يرحم كل متخاذل. نعم. وقف المتفرق أو وقف معه. الصبيحة صورة أخرى من صور التحدي والصمود، تعليقك على هذا الموضوع بعد أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الدكتور محمد الزعوري من جبهة الصبيحة، مرحبا دكتور. مرحبا فيك أخي العزيز. أهلا وسهلا بك، تحية لك ولكل المقاومين في جبهة الصبيحة، ما هي آخر المستجدات؟ نعم أخي العزيز، اسمح لي أولا أقدم الشكر الجزيل لقناتنا عدن التي أصبحت صوت للمقاومة الجنوبية لتنقل معاناة المقاتلين من الجبهات، ونشكركم شخصيا ولبرنامجكم يوميات المقاومة، وأيضا أشكر المتحدث وضيفك الكريم الذي كان طرحه قويا وصريحا وحدد كثير من القضايا ووضع النقاط على الحروف، شكرا له على ما قام به. بالنسبة للصباح أخي العزيز، كما هي الحال معركة مستمرة وما زالت قوات العدو الحوثي و جيش المخلوع علي عبد الله صالح يعززون الجبهات في مديرية الوازعية المحاذية لمديرية المضاربة الصبيحة، وتقوم من حين لآخر بقصف المواقع المقاومة بالسلاح الثقيل، ورجال القبائل وأبناء الصبيحة ما زالوا ثابتين في مواقعهم ويسيطرون على كامل الشريط الحدودي الفاصل مع مديرية الوازعية التابعة لمحافظة سعد، ابتداء من منطقة المسراق حتى قبيلة المحاولة غربا، ليشكلوا طاقا امنيا قويا للحفاظ على القطاع الغربي للعاصمه عدن. نعم. اخي العزيز، ابناء الصباحه كما عدناهم ما زالوا ثابتين ومستمرين في نضالهم رغم شحه الامكانيات ورغم الظروف القاسيه والصعبه التي عانوها في الجبهات، ولكنهم نذروا انفسهم للدفاع عن الوطن وعن الكرامه وعن الحريه وعن كل القضايا الانسانيه التي يناضلون من أجلها. نعم دكتور محمد العزيز. نعم تفضل استمر أكمل فكرتك. أخي العزيز، نحن في الجبهات اليوم أبناء الصباحة يبثون قيم إنسانية رائعة من خلال تلاحمهم ونبذ الثارات والخلافات، وهذه من القصص التي يجب أن تحكى من أجيال أن قبيلة الأغبرة والكعاللة التي استمر الثار بينهما لسنوات طويلة ها هم الآن في مترس واحد يوجهون فوهات ونبقهم باتجاه الميليشيات الحوثية ونبذوا الثار والآلام وتسامح على الجراح وجسدوا قيم التصالح والتسامح واقعنا على الأرض، وهي من القيم النبيلة التي استطاع أبناء الصباحة أن يجسدوها. نعم. أبناء الصباحة أخي العزيز كما قلت لك يناشدون كما كل مرة كل الجهات لدعمهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة التي يواجهونها في جبهات القتال. بإذن الله أن تكون إن شاء الله رسالتكم قد وصلت إلى الجهات المعنية، وقد ربما لا نخوض بالتفاصيل العسكرية والتنسيق بينكم وبين المنطقة الرابعة. أريد أن أسألك دكتور حول الإشاعات التي يروج لها بعض الجهات الإعلامية عن سيطرة الحوثيين على جبل إلياس بالقريب من العند، ما صحة هذا الأمر؟ أخي العزيز، بالنسبة للإشاعات والفبركات الإعلامية المغربة التي تبثها
مطابخ المخلوع علي عبد الله صالح وقوات الحوثيين والتي تستهدف زعزعة صدود المقاومة وأيضا معنوياتهم بإنزال خبر هنا هناك في مثل ما ذكرت حول سيطرة الميليشيات على جبل الياس وجبل الياس هو في العديد من منطقة القبيطة بعيد عن مديرية طور الباحة ويقع على قمة جبل مرتفع يتبع محافظة تعز. لكن هذه المعلومات ليست صحيحة ولم تتقدم أي قوات إلى هذه المنطقة لأن أيضا هناك أبناء المناطق المجاورة لا يسمحون لهذه القوات الوصول إليها وإن وصلت إليها أخي العزيز فأن لكل حديث حديث والمقاومة الجنوبية جاهزة بكل إمكانياتها وعتادها لتصد إلى أي محاولات الميليشيات بالاقتراب باتجاه حدود محافظة لحج. نعم دكتور محمد التسريبات هناك تسريبات أخرى وليست تسريبات وإنما هي أخبار مؤكدة بأن الحوثيين بدأوا ينتشرون في مديرية حيفان القريبة من مديرية طور الباحة وتجمعون في بعض المناطق يأويهم بعض المشايخ التابعين للقوات الحوثية أو المتحوثين ونحن مستعدين وجاهزين وننتظر أي تقدم من هذه القوات لتلاقي جزائها الرابع فيه إذا ما حاولت تفكير باتجاه العبور باتجاه مناطق حافظة لحج وطور الباحة. دكتور محمد هذه الأخبار لا تفت من عضدنا أبدا ولكنها تزيدنا قوة وتلاحم وأيضا تساعدنا على عمليات التواصل والترابط وتنظيم جبهاتنا بشكل أفضل وأفضل. نعم دكتور محمد الزعوري أولا شكرا لك وتحيتنا للأبطال من أبناء الصبيحة وكل أبناء الجنوب الصامدين في جبهة الصبيحة. كنت معنا من جبهة الصبيحة شكرا جزيلا لك. الصبيحة أستاذ علي شعلة ملتهبة ثبات صمود رغم الإمكانيات البسيطة لكن قالوا للحوثي قف. تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم والله إن الصبيحة أولا شيء لا نزكي قبائل الصبيحة قبائل الصبيحة من أشجع قبائل الجنوب ونقدم لهم الشكر الجزيل على وقوفهم وتضحياتهم ولن ينسى الشعب الجنوبي تضحيات الصبيحة إطلاقا سيسجلها التاريخ لهم. تعليقك على موضوع التصالح بين الأقبرة والأكعلة وتناسو الثارات اللي بينهم حرب طبعا وثارات طبعا تناسو ذا الموضوع كله وصلحوا اتفاقية صلح وشلوا بنادقهم في وجه الحوثي. تعليقك على هذه البادرة المشرفة؟ هذا هو العمل القبلي البطولي الذي يتناسى الأخ مع أخوه يتناسون خلافاتهم لأن الخطر على الكل والخطر على الجنوب كامل ونقدم لهم الشكر الصبيحة وجبهة الصبيحة ستصير الضالع والصبيحة ستصير أعتقد مدرسة في الكليات العسكرية وبيحان إن شاء الله. نعم وبيحان إن شاء الله وبيحان الثالثة إن شاء الله. نعم أنا أريد أن أتحدث معك الخلايا النائمة في عدن وبعض مناطق الجنوب ما هي الأخطار التي تشكلها إذا ما دقت ساعة الصفر؟ نعم الخلايا النائمة احنا عانينا من الخلايا النائمة أثناء الحرب والجنوبيين قاسوا وعانوا من الخلايا النائمة أثناء الحرب ولا زالت الخلايا النائمة موجودة وعلى الجنوبيين تشكيل جهاز أمني دقيق يبحث بس نعم متخصص. أنا كنت أريد أن أسألك في سؤال ثاني عن الإجراءات المطلوبة. نعم الإجراءات المطلوبة جهاز أمني دقيق متخصص في ملاحقة الخلايا النائمة ولا ننضب أي مهمة إلا مهمة التخصص في الخلايا النائمة. الخلايا النائمة هي أشد من الجيوش القادمة. الخلايا النائمة هي ستقوم في الوقت المناسب وأرجو من المقاومة الجنوبية ومن المسؤولين الجنوبيين ومن المحافظ عدن فإنهم أن يأسسوا جهاز أمني لمتابعة الخلايا النائمة وقطع دابر شرها. المقاومة الجنوبية وأهم تأطيرها في الجيش. الآن الحوثيين قد ربما لو لا سمح الله إن شاء الله أن هذا الأمر لن يحصل ومستحيل. لكن نحن الآن من الذي سيواجه؟ الذي سيواجه الحوثيين؟ ستواجه المقاومة الجنوبية. نتفق على هذا الكلام. طيب كيف نستفيد من هذا الوضع؟ كيف نؤطر المقاومة الجنوبية في جيش وطني يواجه الغزو الحوثي القادم؟ نعم أولا شيء أنا أناشد الحكومة الشرعية حقيقة بأن تأسس جيش جنوبي والجيش الجنوبي هذا هو قدو الإقليم عدن لحظة هو جزء من 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 خرجات الحوار الوطني. الجيش الجنوبي هو بخرجات الحوار الوطني تنص على أن الإقليمين الجنوبيين اللي هم نصف الجيش
فلا مانع عندنا ولا ضير في أننا نأسس جيش جنوبي الآن، ولا نستهدف بأحد، نحن حماية الجنوب. وعندما تأسيس الجيش الجنوبي وتأسيس الآخر في الجيش الشمالي في الشمال، فاكتملت مخرجات الحوار الوطني، الجيشين نص الجيش الجنوب ونص الجيش للشمال، وسوف نتفق، سوف نتفق على طاولة مفاوضات نحن وأخواننا بالشمال، أخواننا الأحرار بالشمال، ونحن لن نختلف مع أخواننا الأحرار بالشمال إطلاقا. لكن تأسيس جيش جنوبي حاجة ملحة وسريعة، وأرجو من الحكومة الشرعية أن تدعم هذا الجانب. نعم. لأنه الآن عندنا في الضالع جيش بدون سلاح، في الضالع عندنا في شبوه جيش بدون سلاح، بالحديث عن الضالع عسكر الضويبي بدون سلاح. تمام. بالحديث عن الضالع عثر له المقاطعة قبل أن نذهب أنا وأنت إلى ملف الجرحى والأسرى، وأن ترغب بالحديث عن هذا نأخذ الأستاذ وليد الخطيب. مرحبا بك أستاذ وليد معنا من الضالع. مرحبا بك أستاذ الكريم، أهلا بك إلى برنامج يوميات المقاومة. سيد الكريم، آخر المستجدات من ضالع الصمود. أولا أحييك وأحيي ضيفنا الكريم أستاذنا القدير، أيضا أستاذي في الضالع. الضالع كما يقول إعلام الحوثيين بأنها سقطت، الضالع لم تسقط، الضالع لا زالت ثابتة، الضالع لا زالت صامدة. وأبشرك بأنه أخبار هناك بأن الحوثيون يريدون التفاوض الآن مع أبناء الضالع، لكن هيهات لهم، لم يمروا في الأيام التي كانت من قبل، فكيف بهم يمروا الآن وقد سقطت محافظة الضالع بأكملها بيد المقاومة. نعم. أيضاً أستاذ وليد عذرا للمقاطعة، يعني لو تعرج قليلا عن الأوضاع في دمت، أو ما الذي حصل الآن في دمت؟ هل الحوثيين احتلوا منطقة دمت أم ما زالت هناك توجد مقاومة؟ نعم أخي العزيز، في دمت وفي مدينة دمت بالأخص كانت هنالك معارك قوية، كما تكلمنا مع الأخ المحافظ عن شكاوى الأخوة في دمت، يقولون بأن المحافظ وقائد اللواء لم يقف مع الأخوة في دمت. قال الأخ المحافظ، قال شخصيا أنا بنفسي من وقفت معهم واجتمعت بمدراء المديريات الشمالية في مدينة قعطبة، قال لم يقول الشمالية لكن قال اجتمعت بمدراء المديريات من دمت وجبن وقعطبة. نعم. واجتمعت بأصحاب المحطات والمشتقات النفطية، وقلت لهم بأن يرسلوا قاطراتهم إلى عدن ونسق لهم مع شركة النفط. قال لكن أصحاب المحطات متخوفين أن يؤذوهم بالمديريات بالمحافظات الجنوبية ويمنعوهم من الدخول. قال لهم تواصلوا مع أصحاب المحطات المديريات الجنوبية وأنا سأضمن وأنا ضامن لكم، وإن تلفت شيء من هذه المشتقات أنا متحمل وأنا المسؤول الأول. نعم. وليس جيد. عليكم شيء. جيد جيد جدا، وهذا واجب أن يكون هناك يعني الطريق ميسر ومفتوح من أجل أن تدخل الخدمات. لكنني أعيد السؤال مرة أخرى عليك سيد الكريم. سؤالك حول الموضوع، هل انتهت، هل سيطر الحوثيين الآن على دمت أم ما زالت هناك في مقاومة؟ نعم، مدينة دمت هي مديرية كانت تابعة لمحافظة إب، وهذا هو الإشكال الموجود والقائم الآن. هنا كانت تابعة لمحافظة إب، مدينة دمت ومديرية دمت ومديرية قعطبة. الحوثيون نعم كانت مواجهات شرسة، كانت مواجهات قوية، نشكر كل الإخوة الذين ساهموهم وساندوهم من المقاومة في المديريات الجنوبية، وكان لهم دور أيضا هنالك في الصمود وفي الثبات. سقطت مدينة دمت، لكن الآن الحوثيون تمركزوا في نقطة واقعة في منطقة خاب، بجوار ما بين منطقة خاب ومنطقة الحقب. نعم. لم يدخلوا إلى الجبارة كما تروج بعض الوسائل الإعلام، كما تواصل معي أحد الأخوة في جبهة الزيلة في منطقة مريس، أول منطقة ما بين مديرية دمت ومديرية قعطبة والتي والجبارة، قال لازلنا ثابتين لازلنا صامدين، لكن ما ندعوه ما نرجوه هو أن يقفوا معنا إخواننا في المديريات الجنوبية. ندعو. نعم. من الإخوة في المقاومة أن يساندوا إخوانهم في الجبارة
بل قال وأكد قال نطلب نعم منكم أن توصلوا رسالتنا للمحافظ بأن يقفوا معنا للتحالف بأن يقفوا معنا ويساندوننا نعم. حتى بالدعم بالذخيرة والسلاح وغيرها. شكرا لك أستاذ وليد الخطيب، وضحت الصورة. نتمنى من الله أن ينصر أخواننا في دمت وأن يثبت المقاومة في الضالع. شكرا جزيلا لك. يقول لك يعني حصل سقوط في بعض مناطق دمت، لكن ما زالت بعض المناطق لم يدخلها الحوثيين. لأن الوقت يداهمنا، أريد أن أتحدث معك عن موضوع الجرحى، وأنت تقريبا كانت لك يعني قصة مع أحد الجرحى في الهند أو في أحد المناطق حسب ما أطلعتني. أريد أن توضح الصورة حسب معرفتك بقصة هذا الجريح وبشكل عام عن والله الجرحى. أولا شيء بسم الله أتكلم عن الجرحى. أولا شيء أنه الجرحى في الجرحى المغابة الجنوبية عانوا الكثير وعانوا الكثير من الأهمال وإمكانياتهم بسيطة جدا. وعانوا الجريح الذي تتحدث نعم. عنه أولا أنت فين وقت هذا نعم الجريح؟ نعم هذا الجريح وقابلته في الهند في بومباي. هذا الطفل نعم هذا الطفل اسمه هارون عبد الحكيم الردفاني. هذا الطفل أصيب بغذيفة مدفعية على الطريق غرب الحبيلين وأسعفوه إلى عدن في مستشفى النغيب. وسألت والده هل حصل دعم من الحكومة الشرعية؟ قال لا لم يعد. المطلوب الآن نعم. المطلوب الآن للطفل هذا، الطفل الآن موجود في أي بلد؟ الطفل هذا الآن بالهند. هو إيش يريد؟ يريد يسافر يريد هو الآن الطفل هذا أول شيء أنه جوازه تقريبا محجوز في المستشفى. الصورة ممكن تعد. هذا الطفل هو هذا هو هذا الطفل هارون الردفاني. هذا عيونها راحت من الغذيفة، الواجهة هذه راحت كاملة وركبوها بالهند وعمليات شوي، العينين الثنتين هذه رايحة كامل وهذه مليانة شظايا. الأطباء الهنود لن يقدروا أن يحلوا مشكلتها، فيقولوا احتمال في روسيا إذا ممكن عادت نظرها والعالم الله. هذا هو الطفل قابلته في بومباي. هذا هو ما شاء الله عليه، هذا هو من أشبال الجنوب الذي قاتلوا والذين شوف رجله هذه مقطوعة وركبوا لها رجل صناعي، هذه رجل صناعية نعم. واليد كمان هذه يد هارون مقطوعة. هذا هارون من أسرة فقيرة ووالده موظف ولن يجد تذاكر السفر حتى تذاكر السفر إلى الرجوع إلى بلاده. جوازه الآن محجوز نعم المستشفى. هذا نعم جوازه محجوز هنا نعم. في المستشفى. ولكن اسمع، أولا شيء أوجه الشكر من والده، هو ألزمني بأن أوجه الشكر للغباء اليافع الذين وقفوا مع الأسرى الجنوبيين وقفة رجال، ولولا غباء اليافع وأهل يافع لما وصل هذا إلى الهند. ونرجو من الحكومة الشرعية تبني هذا الطفل أو أهل الخير أو من أبناء الجنوب. نعم أستاذي العزيز علي بافياض العولقي، شكرا أولا لقبولك الدعوة، شكرا لحضورك، وبإذن الله سيكون لنا لقاء في حلقة قادمة. حياك الله. الله يسلمك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. غدا بإذن الله في 7 مساء يتجدد اللقاء. حتى ذلك الحين دمتم بخير.